هنا ازاي بيحصل بقى تفريغ اكتر؟ وهل هنا كل المشاكل بتقعد مع بعضها، ولا انتم مقسمينها مثلا مشاكل المراه الخاصه بالعنف لوحدها، مشاكل الادمان الخاصه بالتعافي لوحدها؟ يعني هل انتم مقسمين ده عندكم ولا كله مع بعضه؟ بص، هو بيفضل انه لما نعمل ورش حكي مثلا ليها مثلا علاقه بفئه معينه، زي مثلا في ورش حكي للستات اللي بيعدوا بضغوط الطلاق، فمش هينفع اجيب ستات ورجاله يقعدوا في فرشه مع بعض يحكوا مع بعض. فعلى حسب الهيئه مثلا او الجمعيه او المكان اللي عايزنا نعمل ايه والفئه دي مين، فاحنا بنقدر نعمل برامج تبقى مناسبه. ممكن اروح لشركه عندها مثلا حاسه انه الموظفين بتوعها عندهم عدم ثقه بالنفس شويه، مش مثلا او مضغوطين جدا بسبب ضغط الشغل، فانا اقدر اعمل لهم حاجه تناسب الموضوع ده. بس طبعا في ورش يفضل ان الستات تبقى لوحدها والرجاله تبقى لوحدها. ليه؟ عشان ده بيبقى مريح، بنبقى بنحكي حكايه اكتر. انا فاهماكي وحاسه بيكي. ليه؟ لان واحده ست زيك، واحده لما تحكي انه ابني وقع الشاي على رجله وهو سخن، الراجل يقول طب خلاص روحي حطي له اي كريم. لكن الست التانية انا حاسه بيكي، انا حاسه بوجعك، فاهمني؟ بس طبعا في ورش بتبقى فيها الستات والرجاله مع بعض. انا عملت ورش كتير قوي، ومن اكتر الورش اللي بحبها جدا الستات والرجاله مع بعض. ليه؟ لانه انا محتاجه افهمك طبعا، دي اربع ايام وانت محتاج تفهمني. دي اربع ايام كلام ما بيخلصش، فاهم؟ ما يعني بيخلصش فعلا. ونبقى عايزين فعلا نكتشف بعض اكتر. يعني اوقات كتير قوي في ستات ورجاله بيعترضوا بعض، تمام. اعترضوا بعض يا جماعه، مفيش مشكله، احنا هنا عندنا قوانين مناقشه ما بينهم. بس احنا قوانيننا بنلتزم بيها، مش بنحكم على حد، مش بنوقف حد، مش بنسال حد. في بعض الاوقات بنسيب الواحد، احنا جايين هنا نعمل ايه؟ ايوه نحكي، مش وانت بتحكي مثلا عن انه بابا بيضربني وده كان بيخليني اعيط كده، طب ثواني بس قول لي باباك بيشتغل ايه؟ فده بيعمل ايه؟ بيفصلني عن الحكايه. اكيد. فدي قاعده من القواعد، في قواعد كتير قوي بتخليني انا كمشترك احس بالامان، واحس انه لا انا محتاج احكي اكتر، انا محتاج اقول اكتر.